يعرف المطور اللي عمل ثورة في صناعة الألعاب، وهو صانع أشهر لعبة نجاح، إن ما كانت اللعبة الأشهر ماينكرافت، وكان يملكها مع الفريق التطوير اللي بناه سابقا موجانج. اسمه ماركوس بيرسون، ومعروف بين اللاعبين باسم نوتش، وهو من مواليد 1971، وعاش 7 سنوات في مدينة إدسبن السويدية. بدأ البرمجة على جهاز أبوه الكامودور 128، وبما أنه طقطق وتعود على البرمجة، طور أول لعبة له يوم كان عمره 8 سنوات، وكانت لعبة نصية ومغامرات. مع بلوغه انضم إلى شركة كينج المعروفين بلعبة كاندي كراش، وعمل مع ذاك الفريق لمدة زادت عن 4 سنوات. في 2009 نزل استعراض تقني للعبة ماينكرافت، ومن بعدها فتح استديو موجانج مع زميلين. لعبة ماينكرافت ما وقفت على استعراض تقني. في 18 نوفمبر 2011 صدرت اللعبة، وماركوس ترك وظيفته وركز بشكل أساسي على ماينكرافت. بعد صدور اللعبة بفترة، ماركوس ترك منصبه كمصمم رئيسي للعبة وعطاها لزميله جينز بيرجنستن. ومن بعدها اللعبة صارت متوفرة تقريبا على كل جهاز، وبنفس الوقت تشتغل بكل سلاسة، وجذبت الملايين من اللاعبين إلى هذا اليوم. في شهر نوفمبر سنة 2014 نوتش ترك شركة موجانج بعد ما شرت مايكروسوفت الشركة بحقوق لعبة ماينكرافت بحدود 2.5 بليون دولار، يعني تقريبا 9 مليار ريال. بعد ما ترك الاستديو اللي بناه بنفسه عمل على أكثر من لعبة، لكن ولا واحدة منهم وصلت إلى ربع نجاح ماينكرافت. الأولى اسمها كولرز بين، لكن لما نزل أول عرض لها كان اسمها سكرولز، لكن شركة بثيزدا منعتها في استعمال الاسم ورفعت عليها قضية. وبعد فترة كسب هذه القضية، وفي الأخير كان يقدر يسميها سكرولز، لكن قرر يغير اسمها إلى كولرز بين، وهي لعبة تأخذ عوامل من ألعاب الكروت والطاولة. ماركوس بدايته كانت مؤثرة، وصنع لعبة غيرت الصناعة ومحبوبة إلى هذا اليوم، والكثير من صناع المحتوى برزوا مع هذه اللعبة، وخلت كل المطورين في الصناعة بتقليده ولا يأخذون عناصر معينة من لعبة ماينكرافت. نتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو، وإذا عندكم مطور ثاني حابين تتعرفون عليه أكثر اكتبوا اسمه بالتعليقات. كان معكم نواف النغموش، ويعطيكم العافية على المتابعة، ومع السلامة.